الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا بحضراتكم وإلى عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية ويوجه بأن تضم المراكز والمجمعات الجديدة أكبر قدر من الخدمات. أمام مجلس النواب وزير قطاع الأعمال يكشف عن خطة شاملة للتطوير الإداري وتطبيق التحول الرقمي بشركات القطاع. السيدات والسادة، نحييكم إلى حضراتكم. تفاصيل نشرة الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها، وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات وزارة الداخلية. من جانبه عرض وزير الداخلية محمود توفيق في هذا الإطار استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية بمحافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ الساعة 1 ظهرا من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021. وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، حيث تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون. هذا وقد وصل مجلس النواب جلسات الاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، حيث استمع المجلس إلى بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. وأوضح صبحي أن الوزارة أطلقت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 العديد من المبادرات لمساعدة الشباب على مواجهة الشائعات التي تسعى إلى هدم الدولة، فضلا عن تأهيل الشباب لنشاط العمل الحر، بحيث استفاد من ذلك نحو 5 ملايين شاب عبر ملتقيات التوظيف وبرنامج مشواري. كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى نجاح مصر في تنظيم كأس العالم لكرة اليد رغم جائحة كورونا، مضيفا أن مصر ستنقل للعالم تجربتها في تنظيم فعاليات مونديال اليد في ظل ظروف الجائحة. وفي بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق أنه تبنى استراتيجية جديدة داخل الوزارة خلال المرحلة الماضية، وهي العمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإداري والبدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي في الشركات التابعة. كما أضاف توفيق أن الوزارة تعمل على التطوير من خلال عدة محاور، منها تطوير الهيكل التنظيمي للشركات وتنمية الموارد البشرية وتطوير نظم وأساليب العمل واللوائح وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021. وبدورها أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار عملية التسجيل للطلاب بشكل طبيعي. وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونيا عبر الرابط المذكور أسفل الشاشة، ولم يتم تحديد موعد لإغلاق باب التسجيل حتى الآن. وناشدت الوزارة الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني دون الانتظار حتى يتم تحديد موعد نهائي لغلق التسجيل. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها تزامنا مع خطة الدولة لاستثمارها. كما شدد الجهاز القومي للتنسيق الحضري على أن هناك خطة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بها وإعادتها لرونقها، وذلك بعد التخلص من كافة الإشغالات غير القانونية مثل المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب مع قيمتها التاريخية، تمهيدا لتحويلها إلى منطقة سكنية سياحية استثمارية إدارية دون الإضرار بحقوق أي من سكانها. أهلا بكم من جديد. في اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية العمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود جديد بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لاستعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية. أدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين. وأعربت مصر في بيان الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما أكدت مصر مجددا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة صور الإرهاب والتطرف كافة. في السياق ذاته، أدانت الجامعة العربية الهجوم المزدوج الذي ضرب بغداد، وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعزيه ومواساته لأسر الضحايا. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الهجوم عمل مشين يأتي في توقيت يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تقف بحزم ضد أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن التفجيرين اللذين ضربا بغداد يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية في العراق. كان تفجير مزدوج قد وقع بساحة الطيران بوسط العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة عشرات آخرين. وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن التفجير نفذ باستخدام أحزمة ناسفة
وسط سوق مزدحم، كما أشارت المصادر إلى وجود انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء، وأنه تم غلق البوابات الرئيسية ولم تتبنى أي جهة مسؤولة عن الهجوم حتى الآن. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وقع جو بايدن 17 قرارا تنفيذيا عقب وصوله إلى البيت الأبيض بهدف إنهاء تنفيذ عدة قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، من بينها مرسوم يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس المناخي، ووقف عملية مغادرة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، وإنهاء الحظر المفروض على دخول رعايا دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وتعزيز حماية البيئة وتشديد إجراءات مكافحة جائحة كورونا. وقد أكد بايدن في أول كلمة له عقب تسلمه مهام منصبه أن الولايات المتحدة ستبدأ عهدا جديدا، جاء ذلك في كلمته في كلمة وجهها للشعب الأمريكي، حيث شدد على أنه سيعمل على تعافي الاقتصاد، كما أشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه إدارته هي توزيع لقاحات كورونا. ليس لدينا الكثير من الوقت، فلنذهب إلى العمل فورا، وكما أشرنا سابقا سنوقع عددا من الأوامر التنفيذية خلال الأيام والأسابيع القادمة، وسوف أبدأ من اليوم بما يخص أزمة جائحة كورونا المتفاقمة جنبا إلى جنب مع الأزمة الاقتصادية التي أعقبتها، وستساعد بعض الإجراءات التنفيذية التي سنتخذها على تغيير مسار الجائحة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز المساواة العرقية ودعم مجتمعاتنا. إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أدانت جامعة الدول العربية بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، وأكدت الجامعة العربية رفضها لكل المشروعات الاستيطانية، مشددة على أنها إلى زوال شأنها شأن الاحتلال. وأكدت الجامعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إمعانها في الاستهانة بالقانون وقرارات الشرعية الدولية، وتحديها لإرادة المجتمع الدولي بتوسيع وتسريع تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن هذه المشروعات والخطط تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وطلبت الجامعة العربية الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري النهائي للمشروعات الاستيطانية وما تمثله من عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيني. شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن البروتوكول يهدف إلى قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربي من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب بتنفيذ كافة المشروعات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وتصميم وتنفيذ البرمجيات والشبكات المعلوماتية وأنظمة الحماية والمراقبة الأمنية لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذلك توريدات وصيانة أجهزة الحاسبات والشبكات بأنواعها. شهد دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق الدورة الأولى من مبادرة بناء قدرات رواد الأعمال بالشراكة مع إحدى الجامعات. وتعمل المبادرة على بناء قدرات أصحاب المشروعات الناشئة في مجالات التكنولوجيا ومساعدتهم في إطلاق مشاريعهم من خلال توفير محتوى تدريبي مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشروعات الريادية.
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الفئات الأولى بالرعاية. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن محور التعاون يتركز على تنفيذ مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وكذلك إتاحة خدمات للحماية والتمكن للفئة الأولى برعاية. نتابع. بهدف الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تحديات فيروس كورونا على الفئات الأولى بالرعاية، تم توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 6 ملايين يورو ولمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات للتعاون في الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على الفئات الأولى بالرعاية. موضوع هذا البروتوكول هو تعزيز قدرات وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية وقت الأزمات، وبصفة خاصة جراء تداعيات أزمة كورونا. أيضا بيركز على موضوعات دعم الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأسر الفقيرة. البروتوكول أيضا معني بتعزيز سياسات مصر نحو التحول الرقمي. الاتحاد الأوروبي أطلق في أبريل الماضي مبادرة فريق أوروبا لمساعدة البلدان الصديقة على مواجهة تداعيات كورونا وآثارها الاقتصادية. البروتوكول الذي نوقعه مع مصر سيقلل من خطر إصابة المزيد من الأفراد بالعدوى، وباتحادنا سنستطيع القضاء على انتشار الفيروس. من ناحية أخرى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والاتحاد النوعي للأندية الروترية لدعم قطاع الحرف اليدوية في مصر. شراكة بين الجانب الحكومي والجانب الأهلي والجانب القطاع الخاص لإنشاء أو لإطلاق منصة ورشتنا. منصة ورشتنا هي ليس فقط للتسويق الإلكتروني، ولكنها منصة وسيطة بتجمع كافة المعنيين بالحرف التراثية وبالساعين للتمكين الاقتصادي بشكل أو بآخر. ولما بنقول الحرف التراثية نقصد بها ليس فقط اليدوية، ولكن أيضا الصناعات البسيطة والصغيرة. بداية إن احنا نشجع الصناعات الحرفية والصناعات التراثية في مصر، اللي احنا يبقى فيه عندنا منصة لرجال الأعمال وللعمال اللي هم فعلا مش لاقيين فرصة عمل، للتواصل ما بينهم وأصحاب الخامات اللي العمال دي بتشتغل بيها. فإن شاء الله ده يقدر إن هو يقلل من البطالة الموجودة عندنا ويشجع الصناعات الحرفية والتراثية. دعم الحرف اليدوية لخلق المزيد من فرص العمل وإتاحة المجال للتصدير للأسواق الخارجية هدف سعت وزارة التضامن إلى تحقيقه من خلال تعاونها مع مختلف الشركاء في مختلف المجالات. لمياء موافي، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم الإتجار بالبشر والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال على المواطنين، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في هذا التقرير. تتواصل الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم تزييف العملات الوطنية وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والتهرب من الضرائب والرسوم، وأسفرت تلك الجهود عن نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيلين عصابيين بمطروح ودمياط لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع عليها بمختلف البنوك وشراء عقارات وسيارات وقوارب صيد وتأسيس أنشطة تجارية بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي مجال التصدي لجرائم تزييف العملات الوطنية وترويجها، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي لقيام عناصره بتقليد وترويج العملات الوطنية الورقية مستخدمين أجهزة كمبيوتر ذات تقنية عالية تم ضبطها وضبط أدوات ومواد التزوير، كما تم ضبط مبالغ مالية من فئة 50 و100 جنيه مزورة. وعلى صعيد مجابهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين،
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمي وهمي بالقاهرة أنشأه أحد الأشخاص وقام باستخدامه في النصب والاحتيال على المواطنين راغب الحصول على شهادات معتمدة. وقد أعلن عن هذا الكيان على الإنترنت لجذب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم، وقد تم ضبط المستندات الدالة على نشاطه الإجرامي بمقر الأكاديمية المشار إليها. كما نجحت الإدارة وفي مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفي في ضبط موظفة بأحد البنوك لاستغلالها موقعها الوظيفي وطبيعة عملها بالإدارة الطبية بالبنك وكونها المسؤولة عن استمارات صرف الأدوية لمستحق العلاج بجهة عملها وقيامها بتكرار صرف ذات الأدوية لنفس المستفيد دون وجه حق، إضافة إلى صرف مكملات غذائية وأدوية للبعض دون تقارير طبية وصرف أدوية لبعض العاملين دون علمهم والاستيلاء على قيمتها، كذلك الحصول على مبالغ مالية من مالك الصيدلية المتعاقدة مع البنك مقابل تحويل أغلب استمارات الأدوية لهذه الصيدلية دون غيرها، وهو ما يعد تربح من أعمال الوظيفة. وفي السياق ذاته نجحت الإدارة في ضبط موظف بإحدى المستشفيات بالغربية لاستغلاله موقعه الوظيفي كونه المسؤول عن تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى واختلاسه مبالغ مالية عن طريق التلاعب في إيصالات تحصيل فرق درجة الخدمة المقدمة بالمستشفى للمرضى، وهو ما يعد تربح من أعمال الوظيفة. وعلى صعيد مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط 146 منشأة ومطعم ومقهى ومحل وباخرة غير مسجلة بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة التابعة لها رغم تجاوزهم حد التسجيل المقرر قانونا، وذلك في حملة استهدفت تلك المنشآت بالقاهرة والجيزة وأسيوط. وتمكنت إدارة مباحث الجمارك عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من المشروبات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بمحل بالجيزة، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عليها بأكثر من 4 ملايين جنيه. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الطاقة التخزينية للقمح وصلت إلى 3,600,000 طن بعدما كانت 1,200,000 طن، وذلك بفضل المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس السيسي. من جانبها أكدت الشركة المصرية القابضة للصوامع التابعة للوزارة وزارة التموين أن الصوامع قد تم إنشاؤها وفق المقاييس العالمية التي تساهم في الحفاظ على القمح ووصول الفاقد إلى صفر. نتابع. على تلك الشاكلة انتشرت الصوامع في كل مكان بمحافظات الجمهورية على الطرق الرئيسة التي امتدت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لحفظ الأقماح والوصول بنسب الفاقد بالقمح إلى الصفر بعد أن كانت نسب الفاقد به تصل إلى 20%. بعد أن أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نواصل سيداتي وسادتي تقديم نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحديث منظومة الري لتوفير الموارد المائية واتباع النظم الحديثة، يقوم مسؤولو وزارة الزراعة بجولات ميدانية في محافظات المرحلة الأولى لمتابعة إجراءات تغيير منظومة الري من ري الغمر إلى الري الحديث عن طريق مجموعة من المحفزات والبرامج المالية والمائية المختلفة التي تقدم للمزارع. إنهاء عصر الري بطريقة الغمر كان حلم الكثير من المسؤولين والمزارعين، إلا أنه كان يحتاج لإرادة سياسية تضع المشروع قيد التنفيذ للاستفادة من فوائده، مثل ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية عبر الاستفادة من المياه التي سيتم توفيرها لري الأراضي الجديدة.
احنا قريبين للمزارع ووزاره الزراعه الطبيعي بتبقى قدام جنب المزارع، فبدانا نعمل ندوات ارشاديه، فعرفنا فجبنا وفرجناه على الري بالحديث، وقلنا ان الري الحديث بالنسبه لك ده مصلحه، ده يعتبر بيوفر اللي بيوفر في الميه معاك، بيوفر في الاسمده، بيوفر لك عماله، في الاخر بيزود انتاجيه دخلك، وفي الاخر الدوله واقفه بدعم من دعم مالي حزبة الدولك، لو انت عايز تطور الدوله واقفه معاك، عايز تدور على مصلحه تطور الري من نفسك مفيش اي مشكله. طبعا بيكون في متابعه من وزاره الزراعه ومن اجهزه وزاره الزراعه والارشاد، والمشرفين الزراعيين الموجودين بالقريه بيتابعوهم، وفي حاله وجود اي مشاكل بيتصلوا بالشركه بتيجي تقوم بعمليات الصيانه ليه لشبكه الري اللي هي ركبتها. تحديث منظومه الري والتحول من طريقه الغمر للطرق الحديثه احد المشروعات القوميه التي اطلقها الرئيس السيسي مؤخرا، باعتباره مشروعا مرتبطا بمستقبل الأمن الغذائي والمائي لمصر، لما سيحققه هذا المشروع من عوائد اقتصادية مهمة. احنا جربنا الأول في حوالي 10 فيادين، اتلاقينا فرق جامد عن اللي هو الغمر، يعني في التكلفة وفي في الاستعمال بتاعه، كمان اللي هو الغمر كان فيه حشاش كتير بتيجي وكلام منه، بس ساعات ما عملنا التنقيط ده ريحنا في كل حاجة، فابتدينا بقى ناخد 10 في 10 في 20 كده، ابتدينا بس على نفتح الخاص، فهو مكلف شويه عامه، ومن ناحيه مدبر في الميه، مدبر في الاسمده، مدبر في كل حاجه، يعني حياه بصراحه تبسط، والزراعه بتاعته فرج عن ان هو الغمر كتير جدا. سخرت الدوله كافه امكانياتها لضمان نجاح المرحله الاولى من المشروع، والتي ستطبق على مساحة 1,000,000 فدان تتولى عملية تحديث الري فيها وزارة الزراعة والري. استخدام الطرق الحديثة للري يساهم في تقليل نسبة المياه المستخدمة في الزراعة، الأمر الذي يترتب عليه خفض نسبة المحروقات والحفاظ على البيئة وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للري. من قرية المنصورية بمحافظة الجيزة، كريم كمال، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية ويوجه بأن تضم المراكز والمجمعات الجديدة أكبر قدر من الخدمات. أمام مجلس النواب، وزير قطاع الأعمال يكشف عن خطة شاملة للتطوير الإداري وتطبيق التحول الرقمي بشركات القطاع. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. شكرا لحسن المتابعة. في أمان الله. في أمان الله.